قواعد واضحة هنا المعلم والملك نادي بتسب بالساحة ومن ناحية شراك تقول هادي عالمي مهياط تعال شوف انت تعدادي معلم فري فاير هالملوك كلها طلابي تلقاني ببرمودة عشر راح اجيك الكلوك سلكوزة واذا كفو تعال بيك هناك اربيك الجلد اوريك تفلت فنجني ما في رحمة ما خليك كل مكان بتلاقيني لورنز معروف من حضوري برازيليا سنترال واذا تبي براقة فوري سنايبر عايميني والخصم قدامي تسحب طلع راسك بابا ناتج الفضل تتعرف اعطيهم كل الماب اعطوني بس سنايبر رصاصة بكل راس هنا ملك فري فاير يتجمعوا يحصموني واطلع لهم بالشبان يتحالفوا حتى فنش ولكن احلامهم يمان انا اطلهم الشباك واترك لهم القنابل يطلعوا حتى فنش ومش عارفين شنو الحاصل ارمي واختفي كالشبح بقعد سلسلة حاصلهم داخل بيت يفتح مايك ويتوصل هيل انا هنا انا ملك فري فاير انا هنا انا ملك فري فاير انا هنا انا ملك فري فاير حاول بس تتحدى تلاقي الراس بسرعة طاير انا هنا انا ملك فري فاير انا هنا انا ملك فري فاير انا هنا انا ملك فري فاير حاول بس تتحدى تلاقي الراس بسرعة طاير معي سكواد يحمي ظهري بكل مكان ننتشر نتعاون في العدو ينسى الامان يبني ثلوج لما نبدي النيران صعب انت تفوز اما ميت او خسران عايميني تلاقي اي كي تهرب مني نو واي صعب تربح سمدي بطريقي انت رونج واي هون الجحيم صعب مني الهروب انت نوب وتبقى نوب لو بتحصل الفدرو عطي باللانشر فيبقى مني من صدم يدرب ويجيني بطلقة وحدة بس ينهدم لما ينزل لك لورانس بالكريمين على الاخضر انت وتيمك بارتباك تصير تهرب وتتبعثر ونصحك انك تجري لما تشوفني بالشيطان اعتبر انت نفسك صرت بي خبر كان هذا بالطبيعة لكن باللعبة بركان صعب اني اخسر لان الفوز عندي ادمان هاللعبة تجري بدمي احترفناها من سنين ما ننسى الاساطير اولهم مستقعدين سنيكي مع عشير وحمودة ثلاث تسعات مكافح وعبود يلي علق بطولات جلد جيمر ما ننساه يعني جلد الصحيح لما يحشرك انت بيت يعني تبقي انت تصيح نخبة فري فاير يعني الكل اساطير تنزل بس تتحدى تلاقي الراس بسرعة يطير روح انا هنا انا ملك فري فاير انا هنا انا ملك فري فاير انا هنا انا ملك فري فاير حاول بس تتحدى تلاقي الراس بسرعة طاير انا هنا انا ملك فري فاير انا هنا انا ملك فري فاير انا هنا انا ملك فري فاير حاول بس تتحدى تلاقي الراس بسرعة طاير معي سكواد يحمي ظهري بكل مكان ننتشر نتعاون في العدو ينسى الامان يبني ثلوج لما نبدي النيران صعب انت تفوز اما ميت او خسران I'm gonna make you free fire. How would this attack the clergy? I'm gonna subscribe to all you.